فكرة جميلة ورائعة لدى أحد أبناء تعز، حيث يريد أن يحول مكانا كان مخصصا للنفايات ومخلفات الحرب إلى مشتل خاص بالورود والأزهار. يقال إذا كان لديك قرشان فاشتري بأحدهما رغيفا وبالآخر وردة، فالورود والأزهار لغة يتداولها جميع البشر في العالم دون الحاجة لمترجم. حكاية اليوم تروي عن مكان كان مخصصا لنفايات الحرب في محافظة تعز، وبإرادة أحد أبناء المحافظة أصبح بعد جهد عام جنة للورد والأزهار بمختلف أنواعها. فكرة جاءته من عمق الخيال ليجسدها على أرض الواقع. بديت الحرب ونزحت كنت من قبل للدمنة، عدت لهنا تعز قبل سنة تقريبا أو سنة 6 شهور. رأيت مدخل حارتي اللي كنت ساكن فيها، محارة الرضوان، مكابل القمامة على الرصيف. طبعا حاولنا، لأنه جالبا الجراثيم والأمراض، لفينا القمامة كامل بمساعدة أشخاص، بس تحدينا صعوبات وبالإصرار الحمد لله، وحاولنا ان احنا شليت القمامة كامل انا وجهالي تمام، وصفيت وكنت اشل التراب من عقبة منيف. يعني المكان كان كله مكان لمكب نفايات، قلت لك الفكرة انك تنظفه وبعد كذا انك تعدله مزار، تخليه مزار. واخليه مزار، هنا التحدي، انه انا اخليه مزار للناس. أصبح الآن يعني بائع الورد مشهور على مدخل الحارة. جميع أزهار المستقبل هي البذور التي تزرعها اليوم، وبالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورد أو الشوك. استفدت شوفي من حكاية النت، طبعا دخول في اليوتيوب، يعني تعرف الشجر هذا كيف تطلعين، كيف تكاثرين، كيف كذا. استفدت برضو من الجلسة، بدل ما أجلس أضيع وقتي من لا شيء. أنا شوفي حاولت إن أنا أتحدى منطق الموت، أصبحت يعني مكان خط نار، ومع ذلك زرعت ولا زرعت ولا زرعت. أنواع مختلفة زرعت في هذا المكان رغم صعوبة الحصول على الماء لسقيها، أمل بدعم هذه المبادرة الجميلة كي تطغى رائحة الورد على رائحة البارود. واجهتنا ظروف كبيرة، يعني أنا استخدمت يعني الشيء البدائي، يعني استخدمت قصع، استخدمت يعني دباب شملان، لأنه ما فيش معي الإمكانيات في حل وقوف الرواتب يعني أو تأخر الرواتب. حاولت استخدم كل حاجة، الدبابات هناك، يعني بالشيء البدائي أنا ظهر كل حاجة والحمد لله. حقا إن أوراق الورد التي تتطاير في خيال أصحابها ستصبح يوما ما حقيقة إذا زرعوه.